ولشعب مصر العظيم أقول بكل الصدق، أولاً إن واقع مصر وظروفها الاقتصادية والسكانية يحتمون علينا أن نقفز قفزات تنموية هائلة في وقت قصير، فنحن في الحقيقة في سباق مع الزمن لتجاوز مخاطر وتداعيات الانفجار السكاني. أخرج تاني؟ طب أخرج تاني. صحيح، يعني بتلوموني وبتلوم الحكومة، طب حد يقول إيه؟ طب نقدم نقول ملامة تانية لموضوع النمو السكاني دوت. أنتوا بتتكلموا في 2 مليون على الأقل، يعني في 10 سنين 20 مليون. طب إحنا مواردنا زادت أولاً عشان تكفي قبل ال 20 مليون دول ما يجوا. طب لما يجوا بقى ال 20 مليون مش ليهم طلبات في كل شيء؟ طلبات في أغذية، وطلبات في مدارس، وطلبات في مستشفيات، وطلبات في إسكان، وطلبات في وظائف. يعني وثانياً أن المشروعات التنموية الكبرى التي تنفذها الدولة لا تهدف إلى للتفاخر أو التباهي زي ما ذكرت لحضراتكم، وإنما لتأسيس البيئة الاستثمارية والبنية الأساسية اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة التي ترفع مستوى معيشة جميع أفراد الشعب. إنه من المستحيل قولاً واحداً أن ننطلق على طريق التصنيع الحديث والتصدير الكثيف دون وجود العناصر الضرورية لتحقيق ذلك من مدن وطرق وشبكة نقل ومواصلات وتكنولوجيا وكهرباء ومياه وصرف صحي وجميع مكونات البنية التحتية التي افتقدتها مصر على المستوى المطلوب لتحقيق أحلام شعبها في التقدم والازدهار. وثالثاً، إن الأزمة الفجوة الدولية، أنا أقصد يعني ليست وليدة اليوم أو هذه الفترة، وإنما لها نمط متكرر يمكن رصده من جانب المتخصصين، وجوهرها هو ضعف قدراتنا الإنتاجية والتصديرية وزيادة طلبنا على السلع والخدمات الدولارية. ولذلك فإن زيادة الإنتاج والتصدير هي قضية مفصلية بالنسبة لمصر، ونحن نعلم ذلك ونعمل على تحقيقه بأقصى جهد وطاقة. شعب مصر العظيم، إن تحقيق الآمال يتطلب جهداً وصبراً وقوة تحمل، أو بكلمات أخرى يتطلب روح التحدي المصرية الخالدة التي عبرت عنها أحداث 25 من يناير عام 52، وتجلت مرات عديدة في أحداث تاريخية أخرى في الماضي البعيد والقريب. كان المصريون فيها دائماً على مستوى التحدي وقادرين على هزيمته بل وقهره. وثقتي في الله وفي الشعب، شعب مصر، مطلقة بأننا سنعبر ونتجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية وآثارها علينا بالعمل المخلص والجهد الذي لا ينقطع، والإيمان بأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، وأننا قادرون على بناء وطن يحقق آمالنا في الحياة الكريمة والتقدم والازدهار. أشكركم، وكل عام وأنتم بخير وصحة وسلام. وهيئة الشرطة في تقدم ونجاح في خدمة الشعب والوطن وبشعبها العظيم. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.